بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال كسو دوادا برنامجك وحبر الشدة اي بلشة تيفي ما انتا وحان بوقاني وان امك قادني دوكسيقا خوصد حي اي احمد دقح اي مقالة هرقيسة وحانا هاي وهديقا دوكسيقا وحنا هاي وانا دا معلمك واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا او حمبار واجب كيس او حمبار واجب كيس وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو وقولوا عن عدو كوابتو نولو الوناكسن وايو برواقو نبت لقو وزاقو بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدا وديال ملكستو نقرا صوتان بلشتي في كسر دوادا برامج كرنا على وحبر الشدة برامج كان وحبر الشدة يتدواد كان وحانو كبوغا ناي سيدا يدي كموقتي دوكسيغا خوصر دوحي احمد دقح معاملها قود اي دوكسيغا سي لول عبدي محمد اي نغور محمد وانتا مرحلتها كلا دوان ايو صومري دوكسيغا خوصر دوحي اي احمد دقح اي مقالة هرقيسة بلشتي في كسر دوو ان لول عبد محمد وان كل دوا هاي مقاعي وحوي لولا عبد محمد معمولها دكتور هو صديق أحمد دقح حين لقي سؤال كلا أساسي أحمد دقح وحلا أساسي يكون سجل بقول بيس عشان كي وكل كوبين هذا قيبات قيبها وكل كوبين هو حكم ده قيبت كيتشي جح إبربارين تعرفته صار ربع صارقتين واحد كل كوبين هاي واحد برشاد توسكة وان إلا كيتشي وان إلا في السلادة السديدة أه وحكروا لي هاي سكولكو أي بي إي وحكروا لي هاي نون فورم إديوكيشن وحكروا لي هاي بعد عصر أرديدة تمادة وحبرشادو دوكسو أد بي تيدي وفي عن تهاي وحكروا لقصو كردي أرديدة وحنصينا بوقت دابعة وفريق وقاتانا وصير في حبرشادو يمدو حينوه بفري وده فري ورسل لوغا ما شاء وحن كتر ناس الدوكسيات كعصبة وأرضي دو ودر كيسينو ويدقى سنة دكسيات كبار ناس عدا قيبها كل سكون كوكو بيني وح كم ده قل كي هبلوها تسوى أركتين وصف يعلو عسر جري ترى ده أرضي ده بيجتها قاعد بقف رب أنا هاي سنة كهرباء واحد تكون يصدح بقل إيه مكمل دام سكون كي لهجاتي ودولتي هوسة أنا لقو سوريتي ودولتي هوسة مكنا ما مشى وحاي النقطة سكون كي دو ودر أركتين سد الله تي الله قل حيي عبد الكريم ماير كعبد الكريم أحمد موجان سلام يا رب السلام يا سيد عاقي بدل شرفت لي ودت كيس وقش قينا يوم ولا كرامة يوم مركو هرا رديت دو حياة صدر نتقول هرا كن سبق به أيه ما أنت نوح مرة ساكن يلش بقول ما شاء الله إستس من الدكتور كربو سوق ها إستس دكتورية كن دو واحد صدح بقول بقول أرضي بدل أه إيش دونا باكي مادان ما شاء الله أياك سوكر ده وسكول كوك سوكر ده وسكول كحمد الله حك سوكر ده وانقرت ومركا أنت رضا معلمين تو فربطان تاي سكولك سكولك وحو شقة يا لبطة شفتي بقى شفتي قلنك هوري يا شفتي قلنك طنبابا شان يا سطن فصل ايا قود نحان شقة يا والله هو القرى ما شاء الله اه المركة واساس واي كلو ارضي دا لسيا وطيدو دا كو قاطي سكولك وحكامي دا بوقتي تابعي ارضي والبا سكولك احمد لقاح لكتها بوقتي تابعة كن يلحق بقوله أرضي أو لبده قلبي أدقانين.
وأرضي أذ بدن ما أمله كل دكسي جنوح كم يجي دكسي جدا دي وحابين تاعي كسمي سي الدولة هوسة عاصمة دهرجيسة سجال سكول أو دي وحابين لجوز سمي بلارم بلو أن يشرا إن أذي كذا لجوز سمي دي وحابين تبحك مدا ما أمله قرت سكول كان إبراهيم كود بركو يلا إحنا نرجع وهو هذا سجال سكول سكول وهو خوش بدن لي وهو خرش كبدن لي بقول يوم حي داي سديتا اياكو بحي ما دام وسكول كي وجو هنايه وحكا سكول ترديس وحوين لح يلا بعدين فصل وحكوكو يا لي سكول كجرون آد وين والله عروتا إذا ليرتو كعيارتو وحكا صلاة نوال قلت كذا مركا سكول كم بوجو هنا وانا هقول بدنا وحل السماء سكول ك قبل جي سوى العصر جري هذي داقلها تهاي هذي أي حفيسية طوالك سن حفيسكي هذي أي تهاي قل كي هبلها هذي أي تهاي الحية اللي بعدين كاف صو أقع على سعري ومر مر حتى على دقي الباب هذا اللي قبل دلي ده مين ولبا حتى وادا ركتاني ورنتي ويكلا في قيقة هاي وحكروا ذلك سن وجهاد وبعدة مر مر كلا دقي ده وانو هم هاد علني إن دولة دهوسة وجرودين ككي هاي عبد الكريم أحمد موجي حجاياها مايركا قد ده هرم رنتا أي كتير قاطي بهن كبر ويجن قريب لحاله كقريب قاطي قدوميها تجمدا كم ده قدوميها وسارد أحب رشدا من على سير بكم ده وسير ككم ده وكون سلام يا دمن معمولة واحد الشيء ده كله عايزين تيانو كرمارك صامرنا سوينا دين أحب رشدا إياه مرحلة لها كل دون أما أحب رشدا ما عن الله هاي كصعطة تكسجن أحمد دجح قريب تكشيجو أدلو قلبي وأردت أن أدخل في سين يعني كعوية قيمهم كيتشي هذا قلاصة قيمة كيتشي هذا وحويا ولا بكيتشي إن كيتشي قاش الشع وحويا اسمها يجي إن مركي سول كأم با مر مرير يو حالا دقي ومركا قلبك وإحنا كعوية هاي بنا كعوسي إن أرسي له يراه لكن أنت كلا نجا أنت كلا كراسي ذا يو حيابها كله أنا قاعد واحد دكتي وسارة دحب رشلا. ما ترى هاي ذكرى وضشقين. هاي ذكرى واحد لشقي سوكلين إنارسي كير واحد أقول كهبلها دستيات سو أركتين. هاي ذكرى لو يكون حرين إنارسي يكير. يا أي أنا لشقي صي. يوسف لفتي ذوي كشقي صا لكن وحاس وضن دودو وضن وح وقمهم سن دولة هوس وح بضن 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 كقبطي سولك. كا ودي بدي شيء. وحبط عقبها نجات هيزدي سكول كحنا نجع حكم ده سكول كي لقحي ولا هجاتي أو معلم كي أرضي دي وحول بقى نلقط عبالي وحول بقى لقحي أي وح عقبها نجات يستوي حدا جرانك 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 هاك بدة أو دلير تين تكو عياران للسوقلي أيه أنتي نو الحمد لله وكاد سكول كي أدرك يصير الله على هجاتي لقحي ها معمولة قبل كم رود تشرح كل إسكول إلا صدحية ثم دمر أيام معمولة كا صدحية ثمان إسكول عاد كم نتاعي صدحية ثمان كا دمر أي إسكول إذا معمولة إيش كا إن كل دمر هو قرننا إن مركز شغل الجشرو حد بعدين عقب هذا محاضرة أنت صدحية ثمان كا دمر كا هنا تبغى يربانا هي ما شاء الله ها هي الوضع ركتها منا محيه هذي دال كي سكول كي كم مغضة هي وحقبت كلقبتي مركها والله وحقبتها واندرين كران مجرد الحمد لله وحان فرح هذا ينو ما انتها وانكون فرح سنو سكول كي ولدي اللي قري ولا اللي يقى قري وحان هدنا محيه هذي معلم من بانكاها هدنا ما مولي ايان ما انتها كاهي الحمد لله أبنا وانكون فرح سنو ما دامه وحي سورق لي انت هسو شران شرع عن مري ساسا ايفر ضي سان انت عالا ما مولي ما دام الدكسي ما أنت ما ملاحظت هاي مركي هوري ولا لقى قري وتكسر نقطتي أرضية ولا كده من نقطتي أرضية بكس كده حي معلمة كسر نقطتي ما أنت أنا معمولة إن هالكيوس الرسيبات قاعدي إن سارة ده برشة محل سو تشيلين سارة ده برشة ده وحن سو تشيلين إن شاء الله تعالى إن هبلها أي سيل بلابتو ما ملياش يو وحب رشدة إن شاء الله تعالى ولنم هاد عني وسهر دح برشدة صدا ونياك سنة في عناء ونالله شقينا وسير كيجو هذي قيب توح برشدة تاي هذي بوقتي تهاي هذي أي تاي أنت معلمين تاي يصير يرد معلمين تلو تبرية ركونم هاد عني إن شاء الله إن وهذا بقول له واحد تاي ما ملاها دكسي كان
أحمد دغح والدينتو waxay leeyeen hooyo iyo aabo kuweeban mar walba idin ku xiran oo idin yimaada oo ardayda ka warhaya oo idin ku soo booqda dugsiga maamule wax ka warhaya walba hadii wax hadii ay habsankiisa tahay hadii ay maqnaashiisa tahay oo mar walba la soo wadaaga oo macallimiinta maamulka iskuulka Axmed Dagax u yimaada mar walba hooyooyinka u badan yihiin hooyooyinku way iska hawlaysan yihiin mar walba ilmihii iyagaa daba socda aabo lama arko marka waalidiinta waxaan u sheegaynaa dhammaan aabaha miyuu yaryahay aabuhu ku yaryahay mar walba hooyooyinka ayaa daba socda hadday taxaan la yeerinayo ilmihii taxaan haddii loo yeerinayo tahay hadday taxaan la siinayo hadday tahay hadday habsan hadday tahay ilmihii hadduu khalad sameeya macalinkii ama maamulkii qofkii u imanaya waa hooyoo aabaha waxay ku dhiirigelinayna ilmihii in wax la garab istaago oo aabuhu mar walba iskuul ku yimaado oo qaybta waxbarashada maxay haday kala hadlo ilmihiisa halkuu socdo uu ogaado mararka qaar aabaha qaar wax barkaysa ilmihiisa fasalka 8-aad ku jira ayuu koodanaya talo ilmahayga halkuu fasalka weeyo talo min 6-aad ba mise 7-aad buu ugu jira kama warhayaan fasalka markaan ku raado ilmahaagu waa oradeen waa ereeg u joogay ayuu garanayay ba fasalku ku jira ilmihiisa fasalka 7-aad ba mise 8-aad ba min 6-aad ba marka aabooyinka waxaan kula talinayaa mar walba uu hawleysan yihiin oo waanu ognahay in waalidka maxay hayday uu soo shaqeynayay isagu hooyadu la mid tahay laakiin ilmihii badanaa wuxuu ka yar baqayaa dee maxay hayday aabihii inuu aabihii iyo hooyadu ay ilmihii ka warhayaan baan fariinta u soo gudbinayaa waxa kaloonu ku soo darnay iskuulka Axmed Dagax ardayda AB-ga AB-gu waxa weeyaan ardayda waxbarashada ka waynaatay in unana fariisan karayn tuuna lagu qiimeyn karayn tirina lagu qiimeyn karin marka waxaan doonaynaa in aan doonaynaa inaannu dadweynaha u sheegno Ibraahim Koodbuur ku yaala ee dugsiga Axmed Dagax ee riyadeeda waxaan u sheegaynaa in AB-ga caruurta waxbarashada ka weynaatay iskuulka Axmed Dagax laga furay muddo 2 sanaba uu shaqeynayo in looga faa'iideeyo waxaan kaloo doonaynaa in waalidka ama farayna hooyooyinka in 3-da iyo barka loo furay waxbarashadii dadbanayd ee hooyooyinka hooyadii la dhacay suuqa lagu dhacayay saad doon ku dirnay la waranay ayaan imka furnay dadka saad dii lagu dhicin ba waxbarashada dadka waaweyn ha waxbarashada dadka waaweyn dhacay casab bay soo galayaan way imka waxaan ka saarnay dufcadii koobaad ba ka baxday marka carruur dufcada waalid ku dhameeyo xitaa dawaarkii baan iskuulka ku soo kordhinay oo gelinka dambe marka waalid ku dhameeyo waxbarashada ayaa haddana waxa uu bulowna dawaarkii waa luul fariinta gabagabadeena waraysigeena waxaan dadka u soo gudbin doonaa aanu tagi doonaa galaasadii bal iskuulku waxyaalaha uu kaga yara duwan yahay iskuulada kale iyo fariinta halkan dadka dhan aad u sii marinayso cid kasta waxbarashada jecel iskuulada kale waxaanu kaga duwanahay wada aragtaan bilicdii bilicdoo kale ayaanu kaga duwanahay qol hableed bay leeyihiin habluu ku nastaan oo ardayda fasalada 8-aad markay kaayeen gelinkii hore ay yimaadaan ay soo noqdaan kaabis baan u leenahay san hore nigu sheegayba kaabista qolka hablaha iskaga nafisaan waxaynu kol aan leenahay baad soo aragteen barbaarintii qaybtii geejiyada waan soo aragteen haddana 2 fasal oo kale waxaynu leenahay qalab ay nooc yaalo waxaanu leenahay garoonkii caruurtu ku ciyaarayeen ayaanu leenahay kaas fasaladuna maxay hayday aad buu balaaran yihiin dadkana waxaan leenahay inay ku soo dhawaadaan iskuulka Axmed Dagax Ibraahim Koodbuur ku yaala fasalka tirada ardayda fadhida in lamid ah oo habiya fadhiista kow 24 galaaskiiba haa si ardaydu macalinka u gaarsiin karo casharada si fiican ugu dhigi karo layliga ugu sixi karo 24 lagama badin 24 kama badin karno si macalinka u wada gaaro waa intii ay wasaaradu u qorsheysay ay wasaaradu u qorsheysay marka wakaas asan u sheegay way luul adoo mahadsan tahay waadad maamulka xigeenka weyn doona maamulka xigeen marka hore dadka ku soo dhow waxaan soo wax fariisnay aqoontii oo dhameystiran san ku arkay magacaaga marka hore ku soo dhow sax ay bismillaahir rahmaan rahiim ku dhow oo maanta booqday iskuul gaar ahaan madaxa xafiiskayga oo xafiistooya oo maamulka xigeenka dugsiga ah aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sidaa u arkaysaan bade waxay noo yaalla buugaagtii aanu ardayda siinaynay ay halkan yaalla oo aanu ugu qaybinno bilaash aanu ku siinno ardayda buug buug baan maanta hor taala walaal qaybinaynaa maamule maxaa waan qaybinaynaa
قرار جلين كهرباء يجلين كدبابة برتن حفيز كي قالوا قايبيها ما الدول بفري ما الدول بوفري ويه أيه آه ساسة قطعت أنا أرضيلو أرض غدوب بوكلمه ما متكلم ولا سيني أمس وان إن وانو كي كان هوري ما حتى أنا مركو هرا أنا بقول له ما يسترني وين سويبي أنا سوى حبة ما يجي هاي سوى إنه حبة سويبي هذا حبة كلمة هذا يكلم طاق لكن مركو هرا حتى أنا سينين سويب سمرنا ورانا لكن ما دين كم قن مترتا ما دوين كم أنت ما دين سكول كات كل تان بوقت المية وضع حيسا ما دوين كي أرض بقى وقوه هالكابودي على هذا سلا وضع أكتان ويدم يستريهين تربية دي إنجليز دي عربي دي الصومالي وإحنا كم قن مترا ما من هذا كم هاتسن إن كل والدين تو مركب ما ملا ما معلك لو يما دو حج علي إن والدين تي سكارة ولا حظنا صح وأرضي دي لا حظنا أو دو فرينتي ودوني وش يبغى يا هذا كفاية السنين بلش تيفي هذا ما حد ما نورنا هذا ناس كوبي وين واحد نورنا هاي دي سكول كي لما نويدي فري سكول كي يقولي بقى آد يا آد أتقطع وندم تان تيفي وقروح دي سي يونا دي سي وأنا مع الرتي بيرني آد يا آد قروح بدن واحد السبي يا أم إن أرضي دي أم ناس سكران إن قصدي أرضي دي سكرين أو يمكن حبنا وين منا يان أنا واحد كل حلو تشيني يا أول إن السكول كي أي أرضي لك هنا ما شاء الله والدين تي أبي أبيه ما دام رجع دلار بدني هاي هو يلك دلار بنت أبيه هو فديا وأنت بدم حاله درلا فرين and أبي ياش أسي فديا أنا قد حاجة كم كان يجوا واحد سلي هون سيدا الله كانوا بيشقق كل مقيم أيه وده هو هو شيء جود بان سلي and لكن دمركو يبغى يقولي هو يبغى مركا يبغى ساسة يساعد في كوي مانيا لكن هذا عشان واحد لا يدك كنا لحه وشيء هو هبين كي مركا يسكت مع دانة شقوين كي نصور له ما يستان أرتجي ورئيسي عنك ما أنت محل غود جاي عنك وين الدوارد كي نقولي كي مركا يسكت مع دانة شقوين هو نصور له ما يستان وين الدعاء كله هذا إن ردي إتحان ما أنت قاعد سنة وكله إتحان كله يورينيو والدين تدين تما دم أبوه نغنيا مسهو يد كوا بدني دوا حبضن دمر حبض هو يوين كابضن مركها أنا أقول واحد سلي هون ده واحد كلك ما مقنع وقفنا ده الميسة وانتي هو يعني ها وانتي هو يعني بنا هو كتير تا ده يا الله يا شيخ شقوا يمكن يا تنتي جود ومقن أنا سلي لكن مرك جوري اللي سوي ما ده وانا عرضي دي ورئيس طوي هذا أبو كارم كان محام ما طلعوا لي جاي محام يا وانا سيد أسوق أول هيا ما مملك حلين كا دكسي خاصة بحياة أحمد دجح نقول رمي أوبسكي سقيب طلبات إيه ما مملك حلين كا وصدق إذا كم وقت وحص وبواجي ما أنت أي ودوري الآن أرضينا لما أنت ودنا أي وضع قيبيان سل عقل عنا أنت ما دقي اللي قلته دكسي كان وصل له حياة أحمد دجح ما مملك حلين لا مش بحبر شد بشتيفي وخلاص ما هذا غنى أبو محسن تاي وحن تجد أن جلاس والبا أو أرديدو أي وقت كان فديان أو حبرشلو دي معنى لها أي معلمين تود جيان هي جلاس كستا أو حبرشلو دي هيك صوته وحن اللي دلوا ذا جد دونا أو نهار كده دكتور جد بين دونا معلمين تيو عشرة دي دقيسة أرديدي أو دقيسة نسا هذي تهاي كيتشي وان إلا إيد أيان بوقن دونا oo noo kale ku soo bandhigi doona gudubiyo lama degan waa meesha ay ka dhow yihiin biyaha dhulka hoostiisa waxaanay taageeraan nolosha dadka xayawaanka iyo dhirta hadaba biyaha ee dhulka hoostiisa ku jira maxaynu kula soo baxaynaa waxaynu kula soo baxaynaa laba qaybood laba siyood baa lagu soo baxaa in lagu qodo ceel gacmeed waxa la yiraahdo الله استعماله بناء هذا كقضية صمة إلا شو مكر القضية نارقنا ما يا إلا قلنا صباحا ريق ريق إنه مد واحد شرا ريق عمل الله يرعاه يمد ريق إلكتريك الله استعماله أبيع كسو ساري دول كهوس تيسا وهذاك دعوة ديال ملك ستوار نقد دعوة نسان بوشتي في وحنو تشوقنا برنامج كرينا عوح برشدة دكسيقا خوصر لحي أحمد لقا حي مقالة دهر جيسة gaar ahaan glasskan oo ah 7B ayaan xulligan joognaa mid ka mid ah macallimiinta ka hawlgala dugsigan axmed dagax ee hoos dhaxay aan joogno oo iyadu waqtigan ku hawlan cashar hawl maalmeedkeedii dhinaca waxbarashada
كارهانا مادة علمي قبشدة مع السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما أنت بالمادة ما أنت قادني إن أرضيدي يو وحوك صعب سنة مادة ما أنت قادني أرضي غرت مادة إن كشرنا صادر كسوى علم بشو وحين كشرنا عتب كيلا بعد مادة ما أنا كوري كير دبيني سن دوسيات كا مادام أن كير دبيني سن دوسيات كا أو أسكول كو قبل لقى سمين أسكول كديب هابين يشيدين ولا قو سمين إيه إن ما سد درتي الحلقة يا بين إنه عشرة ضير هوس إنه أو صدق ميك بان كير دبيني سن دوسيات كا أو سدي أكتئب بشي سديشن تيدي بالا صاق على أسكول كا أنا قنوا حن صاق الله لبي لاتكي بشي سديات مرك هلا بدأ ويك يا أيام أيام كير دبيني مرك ها مانته وحن كتير ناس هذا كسيد مادة علم قبلش ده وحقوه يعني عتوب كيلا بعد عشر كديجنا يعني واجود بيود له لما تيجان. ولدا وضيع وحن كتير ناس برنامج كرنا عوح برشة ده تدوات كم إيه بلش تي في دوكسي جواصر ده حي إيه أحمد دجا. جلاس كنا كتير ناس وقت وحو يهاي جلاس كا إربي وح هلكن أرتين تيجان متكم إذا معلمين تا كاول جلا حليجان في صدي كتير. حيصد معلكم أنت اللي جاي ولي بقى حيصد حسابته وحين وفه فهين دونا برد معلكم معلك شنو بشتيف كسر ده بشتيف بس برامج كلنا على حبر الشدة تدوات كيبة عن هالمركو إجنا سكولة المجال ده هرجيسة برد ما أنت حيصد واحد كسر سنت هاي حيصد واحد حساب سال هروش وقتي فصل كونوا سدي ده دو بيا كسر سنت هاي قرمة ساينس يلو قرتم بنمرني قرمة ساينس ها نصور دكاني waxaan maranaa logaritmka waxaan ku sii maranaa ku shaqeynta logaritmka waxaan ku sii maranaa casharka logaritmka iyo isku dhufashada khusus xeerka jibaarada hore jibaar inuu soo dhigan jibaarkaas oo ah haduu jibaarku isku dhufasho noqdo labada sala isku mid noqdaan mid baa laga soo qaadinay labada jibaarna waa isku geeyay haddii isku qaybin noqoto labada sala isku mid yihiin mid baa laga soo qaataa labada jibaarna wala kala jiraa jibaarku haduu jibaarka jibaare yahay salka waxa loo soo qaadanaya sidiisa labada jibaarna wala isku dhufanaya guud ahaan isku dhufashada loo gardanku wasku waxa weeyaa waa isku geyn haduu isku qaybin noqdana waa kala geyn وهذا ضوضيال آدي آد أيو أمها السنية هاي معلن كان لنا حسابتا غلاس كان أنو تشوغنو أربي دوكسيغا غصر دخل أي أحمد دقع وصده إذن كم وغطا أرضيدو أي سوان أكسن أيو فرديان وندقى سنية شرح هذا مادة حسابتا يو وليو معلن كوي نوفا فهي مادة سي حسابتي وحكو سي سابسان تاي يا عشر كامان تاي قادنين دمانتين معلن كا يا أرضيدا أهلا بكم السلام يا أدمات سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا دعوة ديال ونروح نقول له حق ترنا سكول كا خاصة ده مجال ده هرقيسة أحمد دقح هل كان أنا شوفنا وحويا جلاس كا إل إيه ووقت كان أرضيه أي سنة أحسن ودقي سنة يعني مادة عربية معلم كا يعمل كوره معلم السلام عليكم على السلام ورحمة الله وبركاته كسود يقول شتي في برامج كلنا على حبر الشدة تدوات كيبة هالمر أنا سود إنه إسلام كان أنا سكول ده مجال ده هرقي سمع أنا بمدن ما أدنو بالمادة ما أنت عربية يروح يكون صعب سنتاي وحبي نوفع فيه إن أيضا نقوله هي ودنا سنتاي عمر إن ما شاء الله سود وقصة لا بشتي في بشتي في يس إن فصل كان كتير نواف فصل كاير أي ودرس وصل حياة ضيح وأرضي ذي في الموت كحيف أنا صار شيء توه حنديا مادة عربية ما شاء الله موضوع عن ما أنت عن مقاضا إن وش كورنتي أدو حيس بضم أيه واحد كوس عبصنت هاي جزاء السينمار برا لوا أبى المرتي سينمار نيكا السينمار لا يراه ذا وحوي وانن إتشنرا أيه نيكا السينمار لا يراه وانن إتشنرا وحوي كنا ولا تورو وكتري أن بقرة هي أيه تبى بقرة خاصة دواني إن لارد صا قصر أد وقرح بضم و أدوين تبدو حوسو يا ري إتنير ذي كل نوالا مشيسة تبدو حك صرح دور تي إتنير عانة خبرة ده يرنا أولى لسك قصرية بقى تبدو إتنير كي بقى وحاو كده ده لسدي ولسك أو لسك وحاو كده إتنير أدو قرح بضم بقى رأيكو هري رسينين بقى رأيكو ركسينين ك
كدب بغر كواء ولدعي فرشح المضي يقاب كي وقلصي نكاية تنار كاهي ما شاء الله بعد أسبوع عمت الدبات كدب أيو ياري وحاو كويري ميوترا قصر كيارو كلا لمدع أو كدسان مالحن تبعد ما يبقون وحاو كويري مترا إن تنار عنا ديها حين أو أودا إنو لسو قصر يانا فلا ما يبقون تبعد مسكحي سيوحا كسو دعوي هادي ونكر سينا ورعوه وحاو بسو دورا قصر يكا قروح بضان كوانما كوانما ماشان تبعد عيدا كيسي عياو عمر كسيي إنا جلان تبعد هل كيو كسو ريسا درغو كسو ريسا قصر يكا عيدا تيان درغو كسو توران ماشان قارتوا عجبتاي تبعد الله يتصو معرضو كما مهضو عربيحان الله خير باح فرق عربيحان الله سرعو ميمادي واي بسم الله الرحمن الرحيم جزاء سلمار وعب المرتي سلمار أراد أحد الملوك وحاو دون ميت كمذا بقرضو أن يبني إن الله رسالي نفسه نفتيسا قصرا عظيما قصر وين فاستدعى وحاو سغو ياري المهندسين جميعا انت النهرضي دمان في مملكته يكونوا لا ميشيسا وقد اختار وحاو كدحضورتي مهندسا مشهورا انت النار آنا وبحوه دحضورتي ليبني ذلك القصر سيرو أدسا قصر ياسي إنش النار كا مجعيسو اسمه سينمار وحال ورتري سينمار أخذ المهندس وحاو بلعبي إنش النار كي سينمار وحاو بلعبي يفكر دوار الوقت إلو فكر وقت دير وبعد تفكير طويل فكر دير كدبنا وضع وحاو صاري خطة دقيقة خد آل أقرح بضان أول بناء القصري بسكي قصري عا مرها عشر كوصي صعباء آد بانو ليري هاي أدي على اليوم هالسنة هاي معلن كمادة عربية دكتور جوهر صبحي أحمد دجح يولي بفصل ك أب أ وهل كان ولي معمولها دكتور جاسي لول عبد محمد ناي جوب شوكا هاي استنى كارم معلن كي نشر رحية صدا مادة عربية يو حيكون صعب سنة لما أرديها يا معلن ك يولي معمول كي سكول ك وحمد لله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. آه وين صومعة؟ آه وين نقص صومعة؟ آه وحنكون درينا جاء محي نونا قطعي. عاج ومحي. عاج وين؟ هاي تعال إيش يا كيدنا؟ آه وين صومعة؟ آه إيه بنكون درينا؟ آه إيه كدرام حي. إي وين؟ أمركن إي كود النوم حي؟ إي ما شاء الله وحن كود درينا لا بن كود درنا إي لا كود درا وام حي؟ إي لا إي صعب كود مسيان إي السلام عليكم أنا جم قاعد جو حوي أنا نساء وحن هاي معلمة فصل كان أو أهم حي تيشر سكوير ويان وفصل ون أهويان ون إي ويان فصل كاني مركا فصل كي جو حوي كنتن أرضي كنتن كاردي وحويان وحي كسو قد بين سنة كي هوريكي تشي سنة كنا وحويان وان مركا وفصل وان اح او لاي رهضو وان دي لاي وان اي لاي رهضو ويان مركا ساس ويان اد بدنا سنت عشر كمانتق هادان اي عشر كمانتق هادان اي نو حويان صومالي او واسكو در در كيبي مريان وان ويان وحرفيه شقالة دي شبنياشي لسكو در در اي ويان وفصل وان اح اني سمعلي ان قلاس كواميس اردو ويان كنتن اردو ويان ما شاء الله ما شاء الله أدبنا كل سلام من برامج وحبرشطة بلش تي في يدوكس جهوز صدحه يقولوا قلاص كان أنا قلنا أدبني دي سودويني نا دوكس جه أحمد دجح يفصل كون إيه ما شاء الله thank you بعد ما سنتي مع الموضوع صعب كلاطنا وهذا دو ديال برنامج كا لنا وحبرشطة ومان تحي سجارة نولة دوكس جهوز صدحه أحمد دجح دوكس جهوز حوله هي كيتي أو آدي آد وقت كان ألكن لغو قلبي هديت حق بوقتة هديت حق قلبك يوح كستو أرض أيوب عين كتي متكم إذا معلمين تا دكسي كان كتي جا دكسي هو صدع أحمد جح أي بلش تي في حنوفا فانسا بالمعن كسر دمر كوري بلش تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندو هاي آد بدما سنتين هل كان عروت حكو برتان وكتيجي وكلاس كوات كيكو هري ويان اما بربارنت عرفت على هذا ان وحا كو برتان ما دوين كان لوغو تلا غلا ايغو منهجكود يو وحو ديو دمايستري هي ان هلكا وحا دين كو موقدا تيرادي marka waxay baranayaan
هل كي مركي برتان أما كو مركي برتان وحي برنايا هل كان نطراني كو برنايا بدا مضل مركي اللباء مركي تلالات ويديني سو وحي سكواركي هالموقال كيدي لواقي دي يتراني دي انتبا ما شاء الله مركي حروفتي يوحا سكودة جسن حرفتي يوحا سكودة جسن يلا مرد يتراني انتي كوب ناين ما شاء الله ما انت ما دري قادنا ما انت عربية قادنا وتربية مركي واحد يقنا يعني دعاء دعاء سنو دعاء الرب كحلو سودا يلا أخرية اللهم صيبا نافعا عريدها اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللي بقى الأخرية ما شاء الله ما شاء الله هذه هذا يوم حد سنت هاي معلمة داسي هل كان كيتيجا إنه هو رمسي برانش كوخبرشا قيبها كلا كلا دوان هذه هذا بان هل كان وقلنا هذا نقلنا معلمين تي أرضيدا بعد ما سنت الم بنعمل السلام وعليك داوديا برانش كوخبرشا دو ما أنت معها مد لدحي سجوينيو ومد درين كيسا يو شعورتي سو أي كوكا داميني هين مركز أرقتو دائر aadu yar yar oo wax la barayo in fasalka ta AKG ga ee dugsiga hoose dhaxay ee Axmed Dagax oo sidoodii ka muuqata ma sha Allah aad iyo aad u qurux badan shandadihii lambaradii ardaydii ay soo noqon marka hore macalin soo dhawaysha TV adigoo magacaaga ku bilaabaya waan dhawahay waxaan ahay kamid ahay macallimiinta dugsiga hoose dhaxe ee Axmed Dagax qaybta barbaarinta magacay waa nuura fasalkan hadda aynu ku jirnaa waa fasalka ta tirada ardaydu waa 30 arday maadooyinka ay dhigtaan waxa kamida tarbiyada islaamiga oo ducooyinka iyo quraanka iyo maadada af Soomaaliga xisaabta iyo cilmiga bulshada hadba mahadsantii maanta casharka maanta qaadanayaan maamulka xisadan hadda waxay ku jiraan xisada cilmiga bulshada waxaan soo dhawayn doonaa qayb ardayda kamida ay إنا مجاعي نوا إسراء أي وحنا هاي إنا أنا ما حيد حيا عبد الرحمن ما شاء الله ولي برنامج كوخبر الشدة بلشتي في دوكسي خاصة لحق يا أحمد دجح أيان ولحم الشاحنة هلا سوتشيت كي يروح صوفر ديا معلم برخط عمر محمد وكم إذا معلمين تن كهول قلا دوكسي خاصة لحق معلم مركهوري سودو een maadadeeba dhigta macnaadu sidaad ka dhawaajisay magacaygu waxa weeye Barxad Cumar Maxamed oo ana ka tirsan barayaasha ka horgala dugsiga hoose dhexe Axmed Dagax degmada Ibrahim Koobur een anigu waxaan ahay macallin dugsiga dhiga kana dhiga maadada xisaabta gaar ahaan fasalada lixaad muddo inta lagu macallin ahay macallin waxaan ahaa macallin muddo lagu qiyaaso 7 sanadood ayaan maadada xisaabta dhigay iskuulkan baan 7 sanana ka shaqeynay أنت تشقيني يا معمولة كصوها أنت مين كهريس؟ إسقول كان مركي أنا ميد لبا كل حياة ما إحنا قوي ميد الله ونحرز تيس علم تكاله أو معمولة كها وقت جا مدة كده معمولة هذا الدكس جا هاي ستلو العبد محمد أو بيرجع إسقول كده معلومات كها هاي حتى أنا معمولة الدكس جا أيا أيا هذا أي مكا إسقول كي عن تكو هاي سا een runtii markan eego farqiga ama kala duwanaanshaha u dhaxay Axmed Dagax iyo hore iyo kan een intii hadda ay joogtay maamuladan iskuulkii deewaal aad iyo aad baa loo qurxiyay haday noqoto hay'ado fara badan oo maamulada iskuulka ku soo xidho oo ka qayb qaata horumarka dugsiga haday noqoto waxa weeye qalabka wax lagu dhiganayo materialka haday noqoto een waxa weeyaan oo dawladdi hoose haday imka gacanta ku qabatay oo de iskuuladii si fiican u qurxisay marka waxaan oran karaa een hadda maamulada iskuulka haysataa waxa weeye jagada hadda ay haysato waxa u dhigantahay jagada madaxweynaha wadanka oo kale marka loo eego shaqada ay hadda baaxada leeg ay dugsiga ka qabato markasta waxaanu ku amaanan tahay oo dugsiga iyo macallimiinta iyo ardaydaba way u warwartaa runtii ardaydu inay waxbarasho tayo helaan weli waxyaabaha aan luul ku xusi karo waxa ka mid ah een had iyo jeer aanu si gaar ah uga wada shaqeyno in had iyo jeer een macallimiinta waxa weeyaan saanana kale waxay ugu tiraahdaa haday meel ku banaanaato waxaan u baahanahay macallin marka de macallin ma tiraahdo laakiin waxay tiraahdaa macallin quality leh oo ardaydu soo saari karaan u baahan si uu heli karana marka een waxa weeyaan runtii marka maamulada dugsigu een waxa weeyaan shaqada iskuulka hadda ay u hayso de waxa weeyaan waa shaqo saan ku sheegay baaxadeeda shaqadii madaxweynaha kale ayay gacan ku haysaa dumarka iyo ragga من أوران كرادو مركايا كذا من أكسن بحاجة ما مريشة دكسيد مركلة دوني
marka hadda iskuulo badan baa jiro macallimiin waxa weeye maamulaya rag ah haystaan iskuulada waan soo maro waa arkay si u eegihiin waa arkay qaabka u shaqeeyaan iskuulkan hadda aan inta joogina isagana waan arkay marka waxaan oran karaa imika hadda waqtigan Soomaaliland lagu jiro ee 2023 lagu jiro hormoodka waxbarashada waa dumar weeye haday noqoto dhinaca maamulka dhinaca haday noqoto waxa weeye de shaqada iyo markasta u baahan in laga warwaro ayaa marka aan marka isku ma dhawaa runtii waxa kale oo xusi lahaa runtii horumarka dugsigana kamida een iskuulkayaga hadda primaryga dugsiga oo saddexe waxa ugu sareeya fasalka 8aad een waxaana ugu hooseeya KG een maadaama fasalka 8aad uu yahay muraayada ama hormoodka dugsiga mar walba laga eego een waxaanu maamulka dugsiga iyo macallimiinta oo iskara waxa weeyaan iska caan qabanaya waxay sameeyaan in ardayda gelinka hore 7 maaday dhigtaan kelinka tamaan loo sameeyo kaabid si imtixaanada dawladda ama imtixaanka shahaadiga ay dhab ah fiican ugu baxaan marka runtii kelinka dambe waxyaabaha iskuulaadka kaga duwanay bay kamid tahay in ardayda labada xilliba la dadaalo waliba macallimiin quality oo gelinka hore u dhiga ka damaan runtii ay u dhigaan oo ardayda waxa laga dareemaya quality ga dhab ah imtixaanka dawladda ama shahaadiga Soomaaliland ay marka ay ka keenan marka barnaamijkan maamulaha Luul Cabdi Maxamed oo runtii iyo macallimiinta ayaa barnaamijkan isla qaatay sanadka hadda aynu ku jirno 2023-2024 waa dufcadii lixaad weeye ee gelinta meel loo soo celiyo isla markaana loo dhigo maadooyinka ee dekaabida ay wax weyn todobaad maadooyin gelinka hore ku dhigtaan waxyaabahan xusi kale waxa ka mid ah ardayda gelinka dambe ee imtixaan laga qaaday imtixaan bilad bay leeyihiin assignment bay leeyihiin runtii la siiyo ka warhayn baa jirta ardayda ka maqan oo wax weyn waalidkiisa waa laga warhayaa halkuu ku maqan yahay qiimeyn baa ardayda lagu sameeyaa horoba heerka waxbarashada ka marayaan baa la soo saaraa waxaa runtii ma soo koobi karno wanaagga iyo horumarka ka socda dugsiga saddexaad Axmed Dhagax runtii oo wax weyn macallimiin iyo maamul runtii khibrad iyo aragnimo dheeraad ah u leh shaqada hayaana ay ka hawlgalaan runtii hawshaasina ay sidaan ugu socoto waxaan insha Allah rajaynaynaa halka maanta aan taaganahay iyo meel ka sareysa inuu Ilaahay noo safro insha Allah mahadnaq ilaahay kadibna waxaan maxaad celinna maamulaha dugsiga Luul Cabdi Maxamed oo runtii hormuud noogu ah annaga inaanu horumarkan caynkan runtii aanu keenno marka haddaba imika aan kula hadlayo ee waxa weeyaan saacaduna ay mar 12:00 doornimo saacad kadib waxa soo geli doona ardayda fasalada 8aad ee imika rawaxay marka dadaalka faraha badan sameeyna wax naga saacidaya mar walba imtixaanada Soomaaliland aanu kaalmo fiican ka galno wax ardayda tootina naga hadha imtixaanka na runtii ma jirin taana waxay cadeynaysaa runtii dadaalkan iyo kartidana halkan ku hayno mahadnaqayna aad baad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa macallin ka dhiga dugsiga hoose dhexe magaalada Hargeysa barkhad aad baad mahadsan tahay Cumar Maxamed oo weliba dhiga maadada xisaabta macallimaan kaaga mahadnaqayna aad iyo aad baad mahadsan maamulaha dugsiga iyo macallinka kale oo nasoona faaruxun saaxiibnahay iyo maxamed yare dhammaantiin hawsha aad qaranka u haysaan sida idinka go'antay inaad da'yarta wax u bartaan sida aad ugu dadaalaysaan fariintaasi iyo barnaamijkan waxbarashadu aynu maanta idinka qabannay wuxuu noqon doonaa mid meelo badan oo dacallada dunida laga daawado oo dadka dareen iyo xusuus kale oo dheeraada geliya maadaama laga hadlayo aqoon iyo waxbarasho weliba aynu arkayno inay kor u kac iyo aad samayseen meel sare oo iskuulku soo gaaray oo dhinac walba ah ilaahayna uu la qabtay marwadan horteena joogta ee Luul Cabdi Maxamed waana u mahadnaqaynaa dhammaantiin iyo macallimiinta hadh iyo habeenba u taagan sidaa dayarta ku bar lahaydeen waa mahadsan waa rag daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta leh ee sharafta mudan ee la socday barnaamijka waxbarashada oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanay dugsiga hoose dhexe ee Axmed Dhagax ee Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa iyo weliba maamule Luul Cabdi Maxamed oo halkan inooga warantay waayaha iyo halkay ku marayaan dhinaca waxbarashada iyo weliba adeegyada kala duwan ee waqtigan ay kusoo kordhiyeen sida galaasada keejiyada garoomada kubadda cagta casriyeynta iskuulka iyo dhammaan meelaha kale ee loogu talagalay gaarka ah ee habluhu ay ku nasasacayniyeen
يولي وحيالا بدن او دنع وحبرشادا او كر ايغو سوقادين مدوين كان دنبي دوكسيغاسي احمد دقاح برامش كان مدلا مدن تردو بسكوبي من دونو عبدويل يوسف عمر لنع كامرادا انيقا عمر وعليو دينيس عوصيني ان لول عبد محمد معمولاها دوكسيغا صدقاء ان احمد دقاح يدامان معلمين تا يارديدا دوكسيغاسي بلش تيفي وحان ذكي تقنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحنهاي وهديك جوسي دا وحنهاي وندم علمك